استاذ يوسف. ايوه يا باشا، اتفضل يا استاذ يوسف. ازيك يا فضيله الشيخ؟ نعم بفضل الله. حضرتك، هو حصل معايا موقف كده من كام يوم. اتفضل. في البيت عندي، انا لسه متجوز بقالي سنه. طب يلا، لسه حديث العقد بالجواز اهو. تمام. خلفت؟ هو انا خلفت؟ الحمد لله ربنا كرمني. لو ما خلي، احنا عندنا طول ما انت ما خلفتش يبقى عريس، اهو كده بقيت اب خلاص، يبقى كده تمكنت في عالم الجواز. اتفضل يا سيدي. هو انا دلوقتي كان في مشكله ما بيني وما بين مراتي ومشتة كده. تمام. فدخل فيها، كانت اختها موجوده وكانت امها موجوده. تمام. فاللي حصل ان احنا كان في ان هي كلام على ان هي عايزه نسيب بعض وكده والكلام ده. اوعى تسمع الكلام ده. فهو انا دلوقتي جت والدتها، واقفين احنا في غرفه لوحدنا انا ووالدتها واختها. تمام. جايه بتتكلم معايا، بتقول لي هتعمل ايه ومش هتعمل ايه. قلت لها شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. تمام. قامت اختها مستفزاني بكلمه كده. تمام. قامت ايه، قمت انا قايل لها طب خلاص يا ست، هي طالق بالتلاته. انت حاسس كده بفخر الرجوله كده، يبقى انت راجل كده لما قلت لها طب هي طالق بالتلاته. هو لا، هو لا طبعا، بس يعني هو الاستفزاز جامد بس والله العظيم. طيب يعني انت لو واحد في الشغل استفزك هتروح شتمه؟ يعني مديرك لو في الشغل هتشتمه يعني وانت هدي حياتك؟ ما انت ده البيت دوت انت رايح تشتغل عشان تحافظ على البيت. ما هو اصل الطلاق دوت يا سيد يوسف، الطلاق دوت حرق الغيط وكبل الزيت وهدي البيت، يعني دي الجريمه الكامله للشخص اللي هو لسه متجوز وربنا فاتح عليه ومنعم عليه بالنعمه. واحده استفزتك ببساطه خالص، ايه اللي حاصل؟ حضرة النبي قال لا تغضب. طيب انت كان قصدك ايه لما قلت طالب التلاته يا سيد يوسف؟ طيب سيد يوسف قفل، لو سمحت خليه يكلمني تاني او ياخد رقم تليفوني واكلمه، عشان في الطلاق لازم نحقق شويه. وعشان كده انا بحب جدا جدا في مسائل الطلاق ان هي ما تكونش عن عشان نعرف نحقق ونعرف نتكلم فيها. معانا ام محمد، تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا ام محمد. ازيك يا دكتور؟ نعمه وفضل الحمد لله. الحمد لله. حضرتك عايز اسالك سؤال. نعم؟ عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. انا بكتب درس القران شغال على طول في البيت، وبسافر وبوخر يعني بالذات، وبكتبه شغال على طول. طيب. هل ده حرام ولا حلال؟ بص يا ستي، انت بتسيبيه في البيت شغال على طول عشان تعملي بركه بالقرآن اللي فيه. لو بتسأليني يعني، خليكي انت البركة. يعني انت اقرأي القرآن طول ما انت خارجة. لكن تشغيل إزالة القرآن الكريم في البيوت والناس مش موجودين فيها، قد يكون في بعدين. البعد الأولاني استهلاك الطاقة. لأن احنا بنشغل إزالة القرآن الكريم واحنا في البيت، لعل واحد مار كده فيسمع آية فتدخل في صدره، أو يسمع كلام فينصحه فيقبل على الله سبحانه وتعالى. أما تشغيله بقى لغير غرض، مثلا دفع اللصوص مثلا وإن الناس موجودين، أنا موافق إن القرآن الكريم فيه بركة، بس أنا أحب إن احنا ما نستهلكش مواردنا، وخاصة في الظرف اللي احنا فيه. أنا بتكلم كلام دقيق، الموارد وما يتعلق بالطاقة. نتكلم كمان عن المورد الاقتصادي اللي عندنا، قد يكون من الافضل ان احنا نغلق كل الكهرباء اللي موجوده في البيت، عشان احنا في ظرف اقتصادي. انا شايف ان الناس تهتم شويه بايه، بالترشيد. ولازم لما نيجي نفتي لازم ننظر للابعاد المتعدده في الفتوى. فرايي ان انت تغلقي، انا راجل حياتي كلها وعشتي كلها بدوب في البركه وبدوب في مدد ربنا، بس لما نيجي في الفتوى احنا بندرس الفتوى من ابعاد متعدده. صحيح تلاوه القران في المكان تجلب البركه، لكن الاهتمام بالموارد شيء مهم جدا جدا، وخاصه في ما نحن فيه. الترشيد امر حسن، فانا رايي الافضل ان انت تغلقي الجهاز افضل من انك انت تسيبيه، ودوت افضل. ليه؟ عشان مساله الترشيد ومساله النفقات. استاذ محسن من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ نعمه وفضل الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وصحه وسلام، ان شاء الله نحج السنه دي او ان شاء الله في قابل ان شاء الله. اتفضل يا استاذ محسن. ربنا يخليك، انا متابعك على طول بس يعني ما كنتش بتصل على حضرتك. الله يعزك يا استاذ محسن، اتفضل. والله انا عندي زوجتي يعني دايما افاجئ، الاقي ناس جايه تقول لي ده مراتك اتلفت مني، ده مراتك عامله قرض، واخر حاجه عملتها خدت بنت المتزوجه وراحت نبضتها على قرض من غير ما انا ايه اعرف. ده حاجه، ده اول حاجه اتعامل معاها. معلش حضرتك قلت زوجتي بتعمل ايه بقى؟ هو انت عندك زوجه ولا زوجتين؟ لا انا مش سامع. طيب يعني زوجة حضرتك بتاخد قروض وبتستلف من الناس صح كده؟ فالناس فالجزء اللي انا ما سمعتوش ان الناس بيجوا يقولوا لك ان زوجتك اقترضت منهم. ايوه حضرتك. والامر الثاني ان هي بتقترض من بنوك، والمره الاخيره راحت واخده بنتكم اللي هي متزوجه واقترضت باسمها من البنك. من غير ما انا اعرف ومن غير ما زوجها يعرف، ومن غير ما زوجها يعرف. طيب. وطبعا لما يجي اخوات البنات سالوها بيقولوا لها انت عملت ليه كده؟ بتقول عشان اصرف على البيت، وانا راجل موظف في شركه كبيره ومرتبي كفيني مصاريفي ومصاريف اولادي. وهي فعلا بتصرف على البيت، بتساعدك في الصرف على البيت؟ لا حضرتك ما بصرفش، انا اللي بصرف على البيت وبصرف على اولادي. طب هل هي عندها رصيد بتحط الفلوس دي في الرصيد بتاعها؟ لا حضرتك برضه. طب هي لا هي مهتميه بالبراندات، بتضيع الفلوس في البراندات والحاجات اللي زي دي ولا لا؟ ولا ما اظنش. لا ولا حد يعرف الفلوس دي بتجيبها وتوديها فين، هي ملهاش في اي حاجه خالص. يعني ملهاش في اي حاجه، ده واحده عندها حوالي 57 سنه، مهات صغيره يعني. هقول لحضرتك. طب معلش في حاجه ثانيه كمان. اتفضل. عندي بنت المفروض ان انا هجوزها وعلى وش جواز المفروض ان انا هجهزها. طيب. تمام؟ فشتمتني وقلت ادبها عليا، فهل دي يجوز ان انا اصرف عليها او ان انا اجيب لها جهاز عشان تتجوز؟ طيب اجاوب على حضرتك كمان. السؤال الاولاني، زوجة حضرتك اللي هي بتقترض وبتغرق نفسها في الديون دي، ده اضطراب نفسي. هي بتعمل كده لان هي عندها مخاوف وعندها شيء يتعلق بالقلق من المستقبل، وده مش مبرر، ده بالعكس ده بيخليها عليها مسؤولية أكبر. ولازم نقف، لأن في حاجة اسمها، في أشخاص كده عاملين زي إيه؟ زي الثقب الأسود، بيحرقوا كل اللي حواليهم، ياخدوهم ويمتصوا منهم أموالهم، ويفضلوا عاملين زي الربع الخالي، ياخدوا فلوس من كل اللي حواليهم ويدمروهم، وهم حاسين إن هم ده حقهم عليهم. لأ، انا بقول لبنت حضرتك ما تعمليش كده تاني، لان انت خلاص انت اللي هتسدد القرض ده، هي مش هتدفع ولا مليم بالمناسبه. يعني هي لو بتعمل الكلام ده، الاوصاف اللي حضرتكم بتقولوها دي اوصاف احنا عارفينها في الارشاد الزواجي وعارفينها كمان في الفتاوى، فهي مش هتسدد الفلوس. فلازم الكل يمتنع من اقراضها، بما انك انت حضرتك بتقول ان انت مكفي البيت، يمتنع الكل عن اقراضها. واللي هي بتعمله ده حرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء أن يذل نفسه. قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله؟ قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق. فنتوقف عن إقراضها ونتوقف عن مساعدتها في الاقتراض. فبنتها ما تسددش عنها، هي اللي تسدد عن نفسها بما أن هي معاها فلوس. الأمر الثاني، لازم تساعد بنتك عشان تتجوز حتى لو أساءت الأدب. ليه طيب؟ عشان انت بتحميها، انت ما بتخليش حياتها تتدمر. انا ما اعرفش هي اساءت الادب ليه، بس في الاخر خالص انا اعرف ان انت ابوها، اعرف ان انت راعي. صحيح هي كبرت وبقت خلاص مكلفة، بس انا بقول لك عشان بكرة، عشان الحنية، عشان الامان، عشان الاحتواء، ما تعاندهاش. وهي يوم ما تشوفك بتحن عليها وبترعاها وبتحميها، اكيد هترجع وتعتذر لك وتبوس ايديك، وساعتها خدها في حضنك في الاخر بنتك وعرضك ولحمك ودمك. وهو ده اللي علمه لنا حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا ازاي نتغاضى وازاي نرعى وازاي نحافظ. صحيح هي محتاجه
تتربى وتتنبه ان ده ما يحصلش مع الوالدين، لان ده من عقوق الوالدين، بس في الاخر احنا لازم نرعاها ونحميها من ان هي تضيع.